لي على حاجه بسيطه كده في الوورد، في الاعدادات بتاعت برنامج الوورد. بالنسبه لي وحدات القياس، ازاي بغير وحده القياس من قائمه فايل، هروح على اوبشن وبعد كده هختار ادفانسد وانزل تحت لحد ما اوصل لحاجه في الديسبلاي اسمها الشو ميجرمنت ان يونت. عندي الانش والسنتيمتر والمليمتر والبوينت والبيكسل، اختار وحده القياس اللي انا عايزها. تمام. في ويندوز 10 في ميزه، انا لو دوست على من الكيبورد زرار الويندوز مع حرف الكي او حرف الكاف بالعربي، هتظهر معايا اللي هي الاوبشنات اللي احنا بنشوفها دي اهو. عملتها تاني ازاي؟ عملتها من زرار الكيبورد والكاف باللغة العربية، الكيبورد وحرف الكاف، يقبل الكيبورد والويندوز علامة الويندوز حرف الكاف، يبقى اختصارة زر الويندوز زائد حرف الكاف، حرف الكاف. وبرضه لازم ان النسخة تكون عندك 10، لازم ان النسخة عندك تكون نسخة 10، ان لو عملتها على 7 او 8 مش هتعمل معاك. اما 10 لو رحت على الكيبورد واخترت زرار الويندوز مع حرف الكاف، ادي شكل الموجي اللي ظهر معايا، ادي تم ادراجها. كبرها وصغرها ازاي؟ احددها واكبر زي ما انا عايزها. دي اول حاجة من الفنيات اللي احنا هناخدها. تاني حاجة، في حد كان كلمني على خطوط القرآن الكريم او خطوط اللغة العربية، في نوع خطوط اسمه ابازر، نوع خط اسمه ابازر. تمام، هبعت للناس الرابط عشان تحمل الملف ده، لو ضغطت عليه كليك يمين واروح استخرج دول احطهم في خط او زر، او كليك يمين عليه واختار حاجه اسمها اكستراكت هير، فادي تم ادراج الخط. بعد كده بضغط كليك يمين على الخط واختار حاجه اسمها انستول تثبيت، شايفين دي الخطوط كلها. انا فاتح برنامج الوورد، هقفله واروح افتحه تاني. ودور على خط ابا زر. دي كلها خطوط. انزل تحت ادور عليها.
تمام، انا اخترت الخط، مش لازم اكتب حاجة، انا ما كتبتش حاجة، انا كده ما كتبتش. تمام، انا اختار خط اسمه ابا زر. لو رحت على الكيبورد اخترت مثلا اي، دوست على اي زرار فيهم، دوست على حرف الار، دوست على حرف التي، الكي، الاس، كل زرار في الكيبورد بيديني حاجة شكل. تمام، ده خط أبا زر. تمام، الحاجة التالتة هبعت لكم الرابط بعد المحاضرة إن شاء الله، تحملوا الخط. تمام، خلص بس، حاضر. الفنيات دي اللي عنده أي سؤال يسأل. طب أنا جيت حددت ده مثلا، رحت اخترت هيعمل ايه؟ مش هيعمل معايا. تمام، لكن لو مختار الخط من فوق، لو مختار الخط من هنا، اخترت ابا زر وانا مش كاتب اي حاجة، لو رحت على الكيبورد دوست على اي زرار اكتب معايا اهو، دي كلها حاجات مختلفة لابا زر. رحت على قائمة بعد كده، قائمة اسمها insert، ورحت أدراج table. تمام، عايز أعمل ترتيب تلقائي، قلنا من فين؟ قلنا بروح على بدرج التيبل الأول، بعد كده بروح على النمبرنج، انا واقف هنا رحت على لاي اوت واخترت حاجه اسمها انسرت بلو، كده بيعمل لي ترتيب تلقائي اهو، يدرج لي الارقام تحته. حلو خالص. طيب انا حاليا انا عملت الجدول ورحت على قائمه هوم، ورحت على البوردر، اخترت بوردر اند شادنج، هشيل الحدود الخارجيه، وادوس اوكي. انا كده خليت الحدود الداخليه بس. تمام، رحت على قائمه انسرت، اخترت شيب، واخترت شكل الريكتانجل ده، حاول ارسمه بحيث انا اظبطه على التيبل نفسه. هروح على شيب فيل، خلينه فيل، والبولدر مثلا اخليه اسود. كده انا عملت جدول بحدود مقوسة، عملت جدول بحدود مقوسة. اكتب اللي انا عايزه مثلا، اكتب تحته وهكذا اهو، وهكذا. دي بالنسبة لطريقة تانية. حلو، ايه تاني؟ انا جيت مثلا ادرجت تيبل وكاتب عندي ارقام هنا، مثلا كاتب 20، كاتب هنا مثلا 35، وكاتب هنا 10. رحت
رحت وقفت على الخلية اللي تحت العشرة، ورحت على حاجة اسمها لي اوت، واخترت حاجة اسمها فورمولا. فبيقول لي سم ابوف، معناه ان انا عايز اجمع الارقام اللي موجودة عندي فوق. دست اوكي، فكده عمل لي جمع للارقام اللي هو العشرة والخمسة وتلاتين وعشرين. طب لو جيت وقفت مثلا فوق العشرين ورحت على فورمولا، هقول له سم بلو اللي هو جمع الأسفل، أقفل القوس وأدوس إنتر، فقال لي العشرين وخمسة وتلاتين والعشرة مع بعض كام؟ 65. طيب وقفت هنا ورحت على فورمولا برضو، هقول له صم، أنا عايز أجمع الأرقام لناحية اليمين، هقول له رايت. نرجع نعملها تاني. لو دوست سام رايت هيعمل لي 35، اللي هو لان هو ناحية اليمين بتاعه كام؟ 35 بس. طب لو كتبت هنا 35 وهنا 20 وهنا 10 ورحت على الفورمولا وكتبت سام رايت ودست اوكي، قال لي 65. طيب لا، انا عايز الافريج المتوسط، average right، اعمل لي المتوسط بتاع الرايت. دوس اوكي، هيجيب لي المتوسط بتاعها. طب احنا نجرب كده الماكس والمين، يعني القيمة العظمى. ادي ماكس، افتح قوس اقول رايت وادوس اوكي، اهو عمل معايا المعادلات. يبقى ممكن اعمل دالة الصم والافريج والماكس والمين على ممكن اعملها على الوورد برضو، ممكن استعمل الدوال، ممكن استعمل الدوال. انا واقف في الخلية دي وعايز اعمل الدالة، اكتب اسم الدالة هنا. الصم هي دالة الجمع، لازم يساوي شرط كتابة اي معادلة، شرط كتابة اي معادلة لازم أول حاجة يساوي، بعد كده أكتب اسم الدالة، وبعد كده بفتح القوس من شيفت 9. في الإكسل كنا بنحدد خلايا، أما هنا في الوورد هقول له مثلا أنا عايز أعمل مجموع، اللي هو أنا واقف في الخلية اللي هي ناحية الخلية اللي بعد الخمسة وتلاتين، أنا عايز أعمل جمع للأرقام اللي بعد الخلية الفاضية اللي هي ناحية اليمين. أكتب له يا إما رايت يا إما ليفت يا اما توب يا اما بوتم، اخترت رايت. بعد كده بقفل القوس من شيفت زيرو. طب لو عايز اعمل الافريج اللي هو المتوسط، افريج اللي هو المتوسط، طب لو عايز اجيب القيمة العظمى، يعني اكبر رقم عندي ماكس، اصغر رقم مين. طيب لو عايز اجيب يعني تاني أكبر قيمة large، تاني أصغر قيمة small. طب نيجي نجرب مثلا دالة زي الكاونت، دوست اوكي، قال لي تلاتة. كل دوائر الإكسل أنا ممكن أعملها هنا على الوورد. الكاونت اللي هي بتعدلي الخلايا اللي تحتوي على أرقام فقط، اما الكاونت ايه فهي بتعدل لي الخلايا التي تحتوي على ارقام ونصوص، اما الكاونت بلانك فهي بتعدل لي الخلايا الفارغه. يعني احنا اهو دلوقتي جربنا الصم والافريج والماكس والمين واللارج والسمول والكاونت، كاونت ايه والكاونت بلانك، وممكن برضو اللي هي الراوند اللي هو التقريب، لو عايز اقرب الاقرب رقم عشري. تمام، هي زي كده اهو، نيجي نجربها كده اشوف هتعمل معانا ولا لا. رحت
قلت يساوي راوند، افتح قوس، عايز اقرب ال35 و12. ثواني، او شلت دي، شلت دي، تمام. وقفت هنا، انا بقرب ليه خلية واحدة بس، راوند رايت فاصلة مثلا واحد، دوست اوكي، فقال لي ايرور، الراوند ما اتعملتش معايا هنا. فهو الدوال الاساسية اللي بتشتغل في الاكسل، اللي هي السم، افريج، الماكس، المين، الكاونت، كاونت ايه، كاونت بلانك، هما اللي اشتغلوا معايا. تمام، بكل بساطة ممكن أجربهم هيشتغلوا معايا. تمام، تمام. الناس اللي بتسعى تصميم الواتساب، هعمل لكم فيديو بسيط ان شاء الله باذن الله، وهبعته لكم ازاي تصمموا التصميم ده، ان احنا لو خدنا فيه هناخد فيه المحاضره كله، هناخد فيه المحاضره كلها كتصميم واحد بس، هياخد وقت معانا. فانا هعمل لكم فيديو ان شاء الله شارح بالتفصيل ازاي اصمم الواتساب بالظبط بنفس اللي انا وريته لكم المحاضره اللي فاتت، وهبعته لكم ان شاء الله على الجروب. تمام، ماشي، دي بعض الفنيات اللي كنا ناخدها كبداية. تمام، دي مواقع أنا ممكن أعمل منها رسائل علمية أو رسائل ماجستير أو دكتوراه، دي كلها أسماء مواقع عندي. تمام، هنا نفس الكلام برضو، ممكن أجيب منها أبحاث علمية كتيرة. وبرضو هنا ده موقع بحمل منه كتب إلكترونية بشكل مجاني للأبحاث العلمية، دي كلها مواقع هبعتها لكم، حاضر هبعتها للناس كلها. دي خطة كان مقدمها، حاضر بعد المحاضرة إن شاء الله أبعت لكم كل اللي عايزينه. دكتور عبد الله دخيل كان مقدم خطة زمنية مقترحة لإنجاز بحوث الماجستير والدكتوراه، هبعت لكم الخطة دي، ناس هتستفاد منها لو عايزة تعمل رسائل ماجستير ودكتوراه. يعني لو جينا بصينا هنا على التعليمات، اللي ما عندوش خطة إنجاز ممكن يستعمل يبص عليها عادي. تمام، هنا مثلا محدد لك أيام، يعني قال لك مثلا أنا ممكن أعيد صياغة مقدمة البحث ومراجعتها الفترة المقترحة 3 أيام. تمام، كل حاجة مديلك ليها 3 أيام أقل حاجة، إعادة صياغة مشكلة البحث ومراجعتها، إعادة صياغة أسئلة البحث، وهكذا. دي خطة مقدمة من دكتور عبد الله دخيل، ممكن الناس تبص عليها. تمام، ابعتها للناس اهي. دايما في البحث العلمي بكتب بالفصحى، ما اكتبش اللي هو ايه لو استخدام المصطلحات العلمية، واكتب برضه بلغة مباشرة، ملمحش، كل حاجة بكتبها بكتب الهدف منها، وأحاول أستشهد بأدلة أو تقارير، وأستخدم مثلا علامات ترقيم والضمائر. أهم حاجة التوثيق العلمي، التوثيق العلمي، التوثيق العلمي.
اول حاجه عندي في حاجه اسمها ضوابط صياغه العنوان البحثي. انا العنوان البحثي عندي بختاره على اساس ايه او اصيغه ازاي؟ هو اصلا يعتبر رمز للبحث ودلاله على مضمونه. مفيش بحث من غير عنوان، يعني انا هكتب ايه مثلا في البحث ده؟ انا هكتب هعمل بحث على ديزاين شافت، يعني تصميم الشافت، ديزاين مثلا ايا كان، او هعمل بحث علمي عن حاجة اسمها اتشيفاك، تكييف وتبريد، تمام؟ اشوف انا العنوان، وبقعد بعد كده اتكلم زي ما انا عايز فيه، وفي عناصر معينة بمشي عليها البحث. يعني ما ينفعش امشي على اي بحث وخلاص، يعني بمعنى يعني لازم التزم بالمقدمة، بالابستراكت اللي هي نبذة مختصرة عن السبجكت اللي هو الموضوع نفسه، المراجع اللي انا جبت منيها، الكونكلوجن اللي هو الاستنتاجات، والريكومندد اللي هو التوصيات، ريكومندد توصيات. الحاجات دي كلها لازم اكتبها في البحث. يعني لو جينا بصينا على خطوات البحث العلمي، اول صفحة عندي بتكون صفحة اللي هو الكفر اللي هو العنوان، بعد كده الصفحة التانية اللي هو جدول المحتويات اللي هو التيبل اوف كونتنت. احنا قلنا ازاي نعمله، كنا بنعمله من الريفرنس وادي التيبل اوف كونتنت. بس انا حاليا بسيب الصفحة فارغة لحد ما اخلص الحاجات اللي انا هشرحها، اخلص البحث، بعد كده هرجع اعمل التيبل اوف كونتنت. الاليمنت اللي هو العناصر اللي انا هشرحها داخل البحث العلمي، تمام؟ بعد كده ابستراكت اللي هو نبذة مختصرة عن الموضوع المقدم، بعد كده انترودكشن اللي هي مقدمة عن الموضوع، سبجكت بقى اكتب الموضوع نفسه اشرح فيه كل اللي انا عايز اشرحه، بعد كده رقم 6 اللي هو الكونكلوجن اند ريكومندد اللي هو الاستنتاج والخلاصة من الموضوع نفسه، والتوصيات، اخر حاجة الريفرنسز اللي هو المراجع، تمام؟ المراجع العلمية اللي انت اعتمدت عليها في كتابة البحث العلمي. لو بصينا على اول حاجة كعنوان، لازم العنوان يكون مختصر، ما جيش اكتب عنوان مكون من 3 سطور 4 سطور، اهم حاجة يكون مختصر. بالظبط بالظبط يا هندسة، بالظبط كده. الموقع حاضر، هرسل لكم كل حاجة ان شاء الله بعد المحاضرة. العنوان نفسه ما جيش اكتب عنوان مكون من 3 سطور 4 سطور، انا لازم اخليه مختصر، تمام؟ الموضوع اللي هتكلم فيه لازم العنوان يكون اللي هو الموضوع الرئيسي للبحث، تمام؟ المصطلحات بتاع العنوان لازم ما يكونش يحتوي على المصطلح نفسه، ما يكونش ليه اكتر من معنى. وبرضه في نفس الوقت اللي يقرأ العنوان بتاع البحث يعرف الهدف العام للبحث، يعني انا هكتب بحث عن ايه او عايز ايه من البحث، وفي الاخر ان انا اربط ما بين المتغيرات. بعد كده اللي هي مقدمة البحث، زي ما قلنا الكتابة متسلسلة من العام للخاص. ابعد احاول ابعد عن الاسلوب الممل في الكتابه، يعني في ناس في كتابتها هي بتكتب بتشرح كتير، لا انا اختصر وفي نفس الوقت اعمل ايه، اكون لميت بالموضوع ككل، تمام؟ اوضح الخلفيه بتاعت موضوع البحث ومشكلته، ولازم انسق او لازم انسق الكتابه بتاعتي. يعني ما ينفعش مثلا موضوع زي الشفت اروح ادخل على طول على الديزاين بتاعه، وانا لازم اعرفه الاول وانواعه وبيعمل ايه والماتيريال والكلام ده، وبعد كده ادخل على الديزاين وهكذا. وحتى اللي بيقرا البحث هو بيقرا البحث هو بيفكر في بعض الادله والنتائج اللي انت كتبتها او الخطه اللي انت شغال عليها، او هو عايز يوصل او انت عايز توصل لايه بالظبط، تمام؟ بعد كده مشكلة البحث، يعني انت باحث حلو كده وفي مشكلة او في حاجة انت مش عارف توصل لها، فدي بتوضحها في المشكلة، لازم بتوضح وتحاول توصل لحل المشكلة دي، يعني بتوضح مصادر الحصول على المشكلة، وبعد كده توضح مبررات اختيار المشكلة، وهتكتب بأسلوب يقنع القارئ بوجود مشكلة. يعني انت الأسلوب هتكتب بيه تحسس اللي قدامك ان فعلا في مشكلة، مش حاجة وهمية انت عاملها. وبعد كده تسأل سؤال
بحثي أو عبارة تقريرية، بعد كده أسئلة البحث تشمل تساؤلات بحثية واضحة ومحددة متسلسلة حسب مستويات أهداف العلم على حسب تسلسل الموضوع اللي عندي، ولازم تكون مرتبطة بالبحث العلمي. الأهداف لازم تكون واضحة ولازم تكون بشكل علمي، تمام، ولازم تكون مرتبة برضو ومتكاملة. بعد كده في حاجة اسمها فروض البحث، برضو تكون واضحة وتكون قابلة للاختبار والتحقق، ذات علاقة بمتغيرات الدراسة، تكتب كتخمين ذكي بعيد عن العشوائية. دي كلها حاجات علمية أنا ممكن أجراها زي أهمية البحث. بعد كده دي كلها شروط وحاجات لازم ألتزم فيها خلال أنا وبكتب مثلا أهمية البحث، أنا وبكتب مشكلة البحث، وأنا وبكتب العنوان. دي شروط كلها لازم أنا أكون مهتم بيها أبص عليها. طيب لازم تكون واضحة برضو هنا، لازم أكتب الأهمية بتاعة موضوع الدراسة، حدود البحث. أنت لو كتبت عناصر لازم تشرح كل العناصر اللي أنت كتبتها، ولازم تكون واضحة وتكون بدقة على شكل، تصاغ بدقة على شكل النقاط، تمام. مصطلحات البحث زي ما قلنا لازم تغطى جميع المصطلحات المتعلقة بموضوع البحث. دي كلها شروط أنا وبكتب البحث لازم ألتزم بيها، يعني دي كلها حاجات لازم ألتزم بيها. هبعت لكم الملف ده برضو تجروه. الناس اللي بتعمل رسائل ماجستير ودكتوراه لازم يلتزموا بالشروط دي. التوصيات والمقترحات، تمام. دي مصطلحات أنا ومفردات ممكن أستعملها مثلا وفي ضوء ذلك وفي ومن زاوية أخرى وبناء على ذلك وفي ذات السياق، ولذلك فأن، ولعل من المناسب أن، ونستنتج من ذلك، وهذا ما دعانا إلى. دي كلها مصطلحات لفظية أنا ممكن أستعملها، دي كلها مصطلحات لفظية بستعملها في البحث عندي. دي مفردات شائعة في عرض المشكلة، دي كلها حاجات أنا ممكن أستعملها. تمام، دي فهمي انا وبكتب اهمية البحث، دي كلها صيغ انا ممكن اكتب بيها اهي. طيب برضو دي ممكن استعملها في صياغة اهداف البحث، دي كلها صيغ جاهزة ممكن استعملها في البحث. دي اللي هي الخطة مقترح ان انا انجز بيها بحث علمي، وزي ما قلنا دي خطوات البحث العلمي، تمام. دي الحاجات اللي بلتزم بيها في كتابة البحث العلمي. الملفات وكل حاجة بشرح منها هبعتها للناس إن شاء الله، هبعتها للناس كلها بعد المحاضرة، هبعتها للناس بعد المحاضرة. وملف أبا زر ده هبعته للناس حاضر برضو، تمام. طيب أول حاجة عندي، عايز أعرف إيه الفرق ما بين السي في والريزيوم، فرق ما بين السي في والريزيوم. هشرح إيه الفرق ما بين الريزيوم والسي في، إيه هو السي في، ليه إحنا بنحتاج السي في، ليه إحنا بنحتاج سي في جيد للاستراتيجية الناجحة success strategy، ازاي ابرز السي في بتاعي، واستراكشر او الحاجات اللي بكتبها داخل السي في. في الاخر لو اي حد عنده اسئله. طيب ده فرق بسيط ما بين الريزيوم والسي في. اللي احنا بنقدمه بنقول عليه السي في ما اسمه السي في، اسمه ريزيوم لانه هو بيكون شورت يعني قصير، على الاقل صفحتين، ما يزيدش على صفحتين. اما لو زاد على صفحتين بيجي 3 4 5 بيبقى سي في،
تمام. الريزوم بكتبه على اساس ان انا مثلا الحاجات اللي انا متقدم لوظيفه مهندس ميكانيكا في الديزاين بالاخص، فبكتب له كل حاجه خاصه اللي انا خدتها ككورسات كتعليم في شغل الديزاين، ما زودش حاجات خارج الوظيفه اللي انا متقدم عليها. تمام. المحتوى بتاع الريزيوم summary of skills experience and education، اللي هو ملخص من المهارات والخبرات والتعليم. لو جينا بصينا على السي في، فهو في حاجة اسمها area specific listening of education، قائمة بالتعليم technical skills المهارات الشخصية and academic background اللي هو الخلفية العلمية. تمام. ايه الغرض من الريزيوم والغرض من السي في؟ الغرض من الريزيوم ان انا احصل على او انا اروح على اقدم على انترفيو، او عشان خاطر اتوظف to get an interview or employment. اما الغرض من السي في academic jobs وظائف اكاديمية، grants اللي هو منح، specialist position و award اللي هو مكافآت. ده الغرض من السي في. يبقى تاني الفرق ما بين الريزيوم بيكون قصير من صفحة لصفحتين، أما السي في as long as it takes، يعني بيكون لو طول معاه مش مشكلة، 3 صفحات 4 صفحات 5 هكذا. وقلنا الريزيوم هو ملخص من المهارات والخبرات والتعليم. السي في برضو نفس الكلام، بس بيكون مختص أكتر بالأكاديميك باك جراوند، بيكون في التكنيكال سكيلز مهارات الشخصية والخلفية الأكاديمية. الهدف من الريزيوم إن أنا أحصل أو أنا أروح انترفيو أو إن أنا أتوظف. أما السي في لو في وظيفة أكاديمية أو منح أو مكانة معينة أو مكافآت، فدي بقدم من خلالها السي في. ده الفرق ما بين الريزيوم والسي في بشكل مبسط. تمام. اللي احنا بنقدمه للشركات ده اسمه ريزيوم وليس سي في. انا ممكن الريزيوم مثلا انا مقدم على وظيفة ميكانيكال انجينير، مهندس ميكانيكا في تخصص مثلا المقاولات الميكانيكية اللي هو الاتش باك، الفاير، البلامينج، الميديكال. حلو كده. تمام. فبكتب له كل الكورسات اللي انا خدتها في الجزء ده وكل البرامج الهندسية اللي انا استعملتها كديزاين كتصميم وخبرات السابقة في المجال ده كريزيوم. اما السي في ممكن اكتب كل حاجة اخدتها طول حياتي، سواء اخدتها في المجال بتاع المقاولات الميكانيكية او مجال بره المجال ده، بكتب كل حاجة مريت بيها خلال حياتي. ده ممكن عشان يساعدني على وظائف اكاديمية وعلى منح وعلى مكافآت وهكذا. أصل السي في أصلها كلمة لاتينية معناها إيه؟ The course of one's life، يعني حياة الشخص. طيب إيه هو السي في؟ طيب قبل ما أكمل هناخد بس ريست ربع ساعة للصلاة، بعد كده هنرجع نكمل تاني ليكتشر 1 اللي هي جزء السي في، الحاجات اللي المفروض تكون موجوده داخل السي في. وزي ما قلت لكم ان شاء الله بعد المحاضره هبعت لكم الخطه المقترحه بتاعت انجاز البحوث، وهبعت لكم الملف ليا، هبعت لكم الملف اللي انا بشرح منه جزء السي في، وهنشتغل تصميم بسيط كده ان شاء الله بعد الصلاه. تمام. زي ما قلنا ان الريزيوم بيكون قصير من صفحة لصفحتين، اما السي في بيكون يعني 3 صفحات 4 5 6. الريزيوم بيكون ملخص من المهارات والخبرات والتعليم، اما السي في بيكون مهارات شخصية وقائمة من التعليم
والخلفية الأكاديمية. إيه الغرض من الريزيوم؟ إن أنا أروح انترفيو أو أتوظف. أما الغرض من السي في وظائف أكاديمية ومنح ومكافآت وهكذا. زي ما قلنا السي في هو summary of skills and experience. يعني ملخص من المهارات والخبرات. ايه تاني؟ not a biography، يعني مش سيرة ذاتية. مش معنى ان هو سيرة، في فرق ما بين البيبلوجرافي وبين البيوجرافي وما بين السي في وما بين الريزيوم. تمام، يعني هو مش ملخص حياتي ان انا اكتب فيه كل حاجة خاصة بحياتي، لا، بيكون الانجازات اللي انا عملتها، بعمل عليها حاجة اسمها هايلايت، تسليط الضوء، يعني بكتب الانجازات اللي عملتها طول فترة حياتي. تمام، دي اول حاجة. احنا ليه بنحتاج السي في؟ احنا بنحتاجه ليه؟ احنا بنحتاج السي في علشان اعرض خبراتي، شو اكسبيرينس، وعلشان يعني يبين لي انا افضل من غيري. يعني why we are better than the rest، يعني ليه انا افضل من غيري. يبقى اول حاجة علشان يوضح خبراتي، والحاجة التانية علشان يوضح ليه انا افضل من غيري او ليه انا اتقبل. تمام، الحاجة التالتة بيعرض مهاراتنا وقدراتنا، القدرات اللي انا هقدر عليها والمهارات الشخصية بتاعتي بعرضها داخل السي في. طيب انا ليه بحتاج سي في جيد؟ ليه؟ يعني انا ممكن ابعت اي سي في وخلاص، بس ليه انا بحتاج سي في جيد؟ علشان الاتش ار ما عندهوش وقت ان هو يجرى كل سي في. سي في اجراء، هم مش بيجروا السيفات كلها على فكرة، هم بياخدوا السيفات الكويسة ويجروها، لكن هو ما عندهوش وقت اصلا ان هو فيلي ريفيو افري سي في، ان هو يراجع كل سي في. الحاجة التانية، هم المفروض يراجعوا مثلا 100 واحد قدموا على السي في، هم المفروض يختاروا واحد بس من 100، فبرضه هم ما عندهمش وقت. فانت لازم تكون انت مميز عن غيرك، لازم تبقى مميز عن غيرك. وبرضه في الاتش ار او اللي بيعمل لك انترفيو بياخد من 20 ل 60 ثانية بس في السي في، مش بياخد اكتر من كده، مش بياخد اكتر من دقيقة في السي في. تمام، بعد كده في حاجة عندي اسمها الاستراتيجية الناجحة. الاستراتيجية الناجحة استراتيجي النجاح. انكوي يكون زي غيري. تمام، ووضح برضو انا ايه محتاج بعد كده، بعد ما اكون فريد انا محتاج اقبل ايه بعد كده. تمام، بعد كده النقطة أو الهدف من السي في، the point of the سي في. وتعرف برضو إن الموظف نفسه أو الـ HR، موظف الـ HR محتاج إيه بالظبط. تمام، ولازم لما تيجي مثلا لو معاك برزنتيشن هتقدمه لازم تعمل good presentation. تمام، برزنتيشن قوي. يبقى اول حاجه ان انا اكون فريد، بعد كده اعرف انا عايز ايه بعد كده، بعد كده النقطه او الهدف من السي في، بعد كده الموظفين او الموظف او موظف الاتش ار محتاج ايه بالظبط، بعد كده اعمل زي عرض تقديمي يكون جيد. معنى ان انا اكون فريد معناه ان انا ما اعملش
كوبي بيست، يعني اخد الحاجة كوبي احطها بيست، كوبي بيست. لازم اكون فريد عن غيري، لازم اكون مختلف عن غيري. ما اخدش نسخ بعد كده الصق، نسخ لصق نسخ لصق. فايه الفايدة من ان انا اكون فريد؟ بعد كده في حاجة اسمها شو كرياتيفنس، يعني بوضح يعني الكرياتيف اللي عندي او النشاط اللي عندي بوضحه. بعد كده زي ما قلنا انت عايز ايه بعد كده، او انت عايز ايه بالظبط من الوظيفة اللي انت متقدم ليها، او انت ليه اخترت الوظيفة دي بالاخص. تمام، وازاي انت يعني ازاي انت بتفكر ان انت تطور من نفسك في المستقبل. تمام، اما ذا بوينت اوف سي في، انت عايز او مين هيقرا السي في بتاعك، وبرضه توضح له في السي في ايه البوزيشن اللي انت متقدم ليها، ايه المكانه اللي انت متقدم ليها. طيب هو كموظف اتش ار هو عايز ايه؟ يقول لي شو وات ذا امبلور وانتس تو سي، يعني هم وضح الموظف الاتش ار اللي محتاج ان هو يشوفه. تمام، ولازم ان انا اسلط الضوء على الاشياء القريبه اللي انا عملتها او الانجازات اللي انا عملتها. تمام، جود برزنتيشن، ان انا اكون بريف اللي هو صادق في كلامي، ان انا اكون مركز على الحاجه اللي انا متقدم ليها، وان انا برضو بي consistent، يعني انا لازم اكون شجاع ولازم اكون صبور ولازم اكون مركز على الحاجة اللي انا مقدم ليها. تمام، تمام. ازاي انا ابرز السي في؟ ازاي اخلي السي في هو ذات علامة مائية بارزة؟ اول حاجة make your CV remarkable، اخلي في علامه بارزه في السي في عندي. مش معنى علامه بارزه وبحط علامه والكلام ده، لا، معنى ان انا اخلي السي في بارز بتاعي ان انا اوضح الانجازات والحاجات والخبرات اللي انا اكتسبتها من سوق العمل. وارد ان انا في اول مره افشل، وارد ان انا افشل في اول مره، بس مش معنى كده ان انا لا طالما فشلت من اول مره يبقى خلاص، معنى كده ان انا لو قدمت في اي مكان تاني هفشل، لا. وارد ان انا بفشل مره واثنين وثلاثه وعشره وفي الاخر بوصل اللي انا عايزه. لازم اجازف، لازم اجازف. اللي مش بيخاطر بحاجات وجازف بحاجات في حياته بيخسر كتير. تمام، مفضلش واقف مكاني، مفضلش خايف زي ما انا، لا اعمل مجازفه. ولازم استخدم نظرية الصواب والخطأ. طيب جينا للنقطة الأهم في السي في، إيه اللي هكتبه داخل السي في أو الاستراكشر اللي همشي عليها في السي في؟ تمام، أول حاجة لازم أعمل أو أكتب البيرسونال انفورميشن، المعلومات الشخصية، اللي هو الاسم، البريد الالكتروني، تاريخ الميلاد، مثلا الحاله الاجتماعيه وهكذا. بعد كده الاوبجكتيف اللي هو الهدف، او انت انت ليه متقدم للوظيفه دي، او هدفك من انت تقدم ليه الوظيفه دي. بعد كده الاكسبيرينس اللي هي الخبرات اللي عندك. بعد الاكسبيرينس بكتب education اللي هو التعليم، انا حاصل على ايه بالظبط. لو عندي مشاريع انا عملتها اكتبها، بروجكت في قائمة اسمها بروجكت ديفلوبد. تمام، بعد كده بعمل حاجة اسمها سكيلز اند ابيليتي اللي هو المهارات والقدرات اللي عندي، ولو عندي خبرات تانية بكتبها في الاخر. اول حاجة البيرسونال انفورميشن، المعلومات الشخصية، دايما بتتحط اعلى السي في، بتكون موجودة فوق خالص زي كده. مثلا الصورة، الاسم، البريد الالكتروني، اللوكيشن اللي هو الموقع او المكان او الادرس، العنوان بتاعي. يعني بحط الصوره، الاسم، البريد الالكتروني، رقم التليفون، والادرس، العنوان بتاعي، وتاريخ ميلادي،
وايه لو عندي لو عندي لينكد ان، بحط موقع اللينكد ان او الرابط، واحط رابط الفيسبوك برضو. ممكن برضو احط بدل ما اكتب الجيميل اكتب الاوتلوك مكانه، لان الاوتلوك بيكون رسمي على الجيميل. تتضمن النيم والفوتو والكونتاكت، جهات الاتصال، ولازم لما اجي اكتب رقم تليفون يكون الرقم ده شغال معايا على طول، ما اكتبش رقم حد غيري، لازم اكتب رقم يعني مثلا كمان لما اجي ابعت السي في عن طريق الميل لازم الميل اللي انت تبعت مني السي في، كنت بلاحظ ان في ناس بتبعت السي في باسم والميل باسم تاني، او الميل بيكون باسم تاني والسي في باسم تاني خالص على السي في. فالاسم اللي هو داخل السي في لازم يكون نفس الاسم اللي انت كاتبه على الجيميل، تمام؟ ولازم الايميل نفسه يكون رسمي، يعني ما يكونش كاتب فيه حاجات كتيرة كاسم مثلا محمد رمضان ومثلا ثلاث تمنيات وهكذا، لكن اللي يقول لي مثلا اكتب لي اسم شهرة لي او الكلام ده، فكده هو الايميل مش رسمي. فالحاجات دي بيركز عليها الاتش ار برضو. بتاعتي بكتب اللي هو الايميل الشخصي بتاعي، لازم برضو ما اكتبش ما استخدمش جهات اتصال العمل بتاعتي، لازم حياتي الشخصية، تمام؟ دي حاجة. اوبجكتيف الهدف اهو بكتبها ازاي، ابلاينج فور ذا بوزيشن اوف ايه، بعد كلمة اوف بتكتب البوزيشن اللي انت متقدم ليها، ميكانيكال انجينير، فرونت اند ديفلوبر، ديزاين. فانا في الهدف بتاعي انا متقدم لوظيفه ايه، تمام؟ لازم اكون صادق في الهدف او الوصف بتاعي، تمام؟ وما اكونش مثلا متشائم، وفي نفس الوقت ما تماداش ان انا مثلا في وصف الوظيفه بتاعتي، تمام؟ ده بالنسبه للاوبجكتيف. بعد كده الاكسبيرينس، الخبرات بتاعتي برتبها من الاقدم للاحدث، بيست تو اوردر، انا اسف برتبها من الاحدث للاقدم. يعني انا مثلا عملت حاجه في 2020 وحاجه في 2019 وحاجه في 2015، بكتب اخر حاجه انا عملتها. مثلا عملت حاجه في 2020، بعد كده اكتب 2020، بعد كده يعني اكتب الاحدث الاول بعد كده الاقدم، تمام؟ بكتب الاحدث الاول بعد كده الاقدم، ولازم اكتب اللي هو التواريخ بتاعت البوزيشن بتاعتي. يبقى اول حاجه المعلومات الشخصيه، بعد كده الاوبجكتيف اللي هو الهدف، بعد كده الاكسبيرينس الخبرات، بعد كده الاديوكيشن، بكتب المدرسه الثانويه بتاعتي اللي انا متخرج منها، وبكتب الجامعه اللي انا متخرج منها والتخصص بتاعي والتقدير بتاعي، تمام؟ اللي شغال نظام ساعات معتمدة فيفضل ان اكتبها كساعات معتمدة، تمام؟ دي حاجة. الحاجة اللي بعد كده لو عندي مشاريع انا عملتها بكتب برضو المشاريع بتاعتي في البروجكت. لو انا ما بدأتش مثلا في مشاريع هقول انا ما بدأتش ليه في المشاريع دي، او لو مش عايز اكتبها خالص ما اكتبهاش، مفيش مشكلة. يبقى اول حاجه المعلومات الشخصيه، بعد كده الاوبجكتيف اللي هو الهدف او انا مقدم على وظيفه ايه، بعد كده الاكسبيرينس اللي هي الخبرات، بعد كده الاديوكيشن تعليم، بعد كده لو عندي مشاريع بكتبها، لو ما عنديش بدخل بعد كده على السكيلز اند ابيليتي المهارات والقدرات. المهارات بكتب فيها الكورسات اللي انا اخدتها، يعني انا مثلا اخدت كورس في مايكروسوفت اوفيس، انا مش هقول انا اخدت كورس، هقول انا عندي مهارة الاوفيس، انا عندي مهارة الديزاين، الفوتوشوب، الانستريتور، عندي مهارة مثلا في الوورد، في الباور، الاكسل، في البرامج المكتبية، الكي ابليكيشن، عندي مهارة في الحاجات دي. معنى ان انا اخدت كورس في الحاجة دي يبقى انا عندي مهارة في الحاجة الفلانية، انا عندي مهارة في الوورد، عندي مهارة في الباور، عندي مهارة في الاوتوكاد،
عندي مهارة في السوليد وورك، عندي مهارة في الريفت، عندي مهارة في الهاب، فدي كلها بكتبها ضمن السكيلز. ما اكتبش خانة خالص اسمها كورسز اللي هي الكورسات، لا بكتب كل كورساتي والحاجات اللي انا خدتها كمهارة اللي هو سكيلز. يبقى اول حاجة عندي بيرسونال انفورميشن المعلومات الشخصية، بعد كده اوبجكتيف الهدف او انت متقدم لوظيفة ايه، بعد كده الاكسبيرينس اللي هي الخبرات اللي عندك، وبعد كده الاديوكيشن التعليم، بعد كده السكيلز اند ابيليتي اللي هي المهارات والقدرات. تمام، بعد كده لو عندي خبرات تانية اكتبها، لو ما عنديش خلاص. انا كده خلصت. حد عنده اي سؤال في الجزئية دي؟ انا كده خلصت موضوع السي في، لسه في مواضيع تانية اتكلم فيها. حد عنده سؤال في السي في، جزء السي في؟ حد عنده سؤال ولا اكمل بعد كده؟ حد عنده سؤال؟ انا هبعت لكم تصاميم جاهزة، تصاميم جاهزة تصمموها وعادي بكل بساطة. انا ممكن ادخل على الوورد، تمام، وادخل على فايل واختار نيو. لو عندي نت هلاقي في حاجة تحت اسمها ريزيوم اند كفر ليتر، هدوس عليها. دي كلها سيفيهات جاهزة، انا ممكن استعمل اي واحد فيهم وعدل عليه. وزي ما قلنا انا ممكن اصمم سي في زي دي ازاي، عن طريق الشيبس اشكال. يعني انا مثلا ادي عندي سي في، ضغطت عليه، بس مجرد ان انا هعدل عليه. ادي البروفايل وادي الكونتاكت، جهات الاتصال بتاعتي، هنا الاكسبيرينس اهي، وهنا كاتب التعليم. تمام، في البروفايل اللي هو الاوبجكتيف اللي هو الهدف برضو، السكيلز المهارات اللي عندي، وهكذا. طيب ممكن عادي اصمم عن طريق الشيب، اختار شكل مثلا مستطيل، اختار شكل المستطيل واظبط سي في مثلا اهي، نزله تحت شوية اهو. ابتدي بقى اظبط، لو عايز اعمل حاجه تانية اعملها عن طريق الشيب. كتصميم فالسي في تصميمه سهل، تمام، عادي مش لازم اصمم اشكال، ممكن اكتب كتابه بس اعمل له بوردر حدود، واكتب الحاجات، واكتب مثلا اوبجكتيف وتحتها خط، وابتدي اكتب الحاجات اللي انا عايزها ككتابه بس. مش لازم عامه السي في الناس ما تعملش فيه الوان كتيره، يعني ما تستعملش الوان كتيره في السي في. عايز اقول لكم بالنسبه للمحاضره الاولى هنا والثالثه والثانيه والثالثه، وخطوات البحث العلمي والخطه المقترحه وكتابه الرايتنج تيست والتقارير الفنيه، دي كلها بتتشرح في 3 شهور، يعني دي مواد علميه كامله. تمام، فانا بديكم نبذه عنها، وان شاء الله باذن الله هيكون قريب في سيشن في كل حاجه فيهم، يعني سيشنات ان شاء الله في ماده كامله اسمها التقارير الفنيه. عاد السيشن ممكن ياخد معانا اسبوع، ممكن اسبوع نشرح فيه كل حاجه الناس محتاجاها. فانا برضه اهو بشرح للناس، شرحنا السي في وعرفنا ازاي نظبطه. هناخد حاجه برضه تاني مهمه بالنسبه للبرزنتيشن، ازاي اعمل عرض تقديمي قوي. تمام، بالنسبه للبرزنتيشن اوت لاين، عندي اول حاجه الانترودكشن، بعد كده التمبلت اللي انا بختارها. البرزنتيشن دي بعملها عن طريق الباور بوينت، عن طريق الباور. مفيش مشكلة، يعني التاسك عادي، هو هبعت لكم التاسك ان شاء الله بعد المحاضرة، هيكون اللي هو بونص. تمام،
التقارير الفنية إن شاء الله أنا بشرح لكم، هو جزء التقارير الفنية هو مش تبع الأوفيس أصلا، بس إحنا وعدتكم إن هيبقى فيه جزء تقارير فنية آخر محاضرتين، مفيش مشكلة، هيبقى فيه برضو تابعه مع بيم أريبيا، وهتلاقوا فيه إن شاء الله سيشنات كتيرة بتنزل عن جزء البحث العلمي. تمام، ماشي. بعد كده التمبلت اللي أنا بختارها في البرزنتيشن، بعد كده أول سلايد عندي، فيرست سلايد، الصفحة في الوورد اسمها بيج، أما في الباوربوينت اسمها سلايد، هنعرفه إن شاء الله لما نيجي ندرسه بالتفصيل. الأجندة بتاعة السلايد، الأجندة يعني الحاجات اللي تتشرح داخل السلايد اللي هي الإليمنت العناصر. بعد كده الانترودكشن والاستراكشر والكونكلوجن اللي هي المقدمة والاستنتاج والخطة، بعد كده بقفل البرزنتيشن بتاعي وهكذا. طيب أول حاجة في انترودكشن، المقدمة هبعتها إن شاء الله للناس كلها، أنا قلت لكم أي حاجة هفتحها هبعتها إن شاء الله، هبعتها للناس كلها. هو أنا ممكن أعرف البرزنتيشن إزاي، أو الناس ممكن تتفاعل معايا تقول لي يعني إيه برزنتيشن، يعني إيه برزنتيشن، يعني إيه عرض تقديمي. الناس تفتح المايكات وتتفاعل معايا، يعني ايه برزنتيشن، يعني ايه عرض تقديمي. السلام عليكم إضافة ورحمة الله. أفكار. السلام عليكم. وعليكم السلام. إضافة معلومات أو أفكار من أجل جذب الحضور أو الشخص المقابل لي بطريقة جذابة، عرضها وتصميمها. تمام، أشكرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. البرزنتيشن العرض التقديمي أهم ما يميزه زي ما حضرتك قلت، اللي هو بيتميز بالسلايد الشريحة أو السلايد الشرائح، والشريحة بتكون عبارة عن صورة مثلا وجنبها كلام مختصر جدا ولكنه مفيد ومركز، وببدأ أقدم البرزنتيشن لإما أنا بعلق على كل شريحة لوحديها أو هو بيتحرك مثلا أوتوماتيك. وطبعا لما نتعرض للباور بوينت نتعرض بقى للحاجة الانيميشن أو الترانز أكشن، سواء أنا بعمل حركة في الشريحة الواحدة نفسها حركات كتير مع بعضيها، أو علاقة الشريحة بالشريحة اللي بعديها واللي قبليها، وهل هي أوتوماتيك ولا بتشتغل مانوال باليد. وده تصور عن البرزنتيشن، وده حاجة مهمة جدا في العروض التقديمية وفي المحاضرات، وممكن أعمل لها تسجيل مسبق وهي تشتغل لوحديها وكده. بالظبط، شكرا لك. أشكرك جدا. بالظبط كده، يعني زي ما قلت هو عرض تقديمي، هو الفرق ما بينه وبين الوورد، أنا الوورد ممكن أكتب فيه زي ما أنا عايز، هو خاص أصلا بتحرير النصوص سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، أما الباوربوينت هو مجرد اختصار، يعني أنا مش هكتب فيه كتير زي ما بكتب في الوورد، يعني مجرد صورة وعليها تعليق بسيط، او مجرد ان انا حابب اعرض مشروع معين او هدف معين. بالظبط كده، عرض الاهداف والمكونات واهميه والغرض من عمل او مشروع معين. بالظبط، عندي مشروع عايز اعرضه، بعرضه عن طريق الباوربوينت، يكون مبسط وسهل. تمام، دايما مشاريع التخرج اغلبيتها بتتعمل من الباوربوينت، ادي هو شكل الباوربوينت، فالصفحه اسمها سلايد، دي كلها اسمها سلايد. هو احنا كده حضرتك هنبدأ في الباور بوينت، خلصنا كده يعني بدأنا في دورة الباور بوينت ولا يعني هنرجع عليها تاني؟ الباور بوينت ان شاء الله لسه مش هنبدأ فيها، يعني المحاضرة الجاية هنكملها بحث علمي، والمحاضرة اللي بعدها الباور بوينت ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ليك، وصلت رسالتك، جزاكم الله خير. تمام، فهو ده اللي هو الباور بوينت. الفكرة في الباور بوينت ان انا مش بيسمح لي ان انا اكتب في اي مكان غير في البوكس اللي عندي دي بس، فمجرد ان انا مثلا بعمل ادراج لصوره او لكلام بسيط، انا مش لازم اكتب فيه كل التفاصيل اللي انا محتاجها، لا انا بكتب فيه مجرد ان انا بعرض مشروع معين او بعرض شغل معين، بعرضه بطريقه مبسطه وسهله عن طريق الباور بوينت. تمام، وهو دايما الباور بوينت بيكون رسمي على الوورد. الهدف الرئيسي من الباور بوينت او البرزنتيشن ان هو بيديني معلومات
وبيشجع المستمعين ان هم يتفاعلوا معايا، وبرضو بيديني جو يكون جيد او كويس. تمام، لازم المادة نفسها اللي انا بكون بقدمها تكون جيدة، ولازم الاهداف كلها تكون متصلة ببعض وتكون منظمة بطريقة كويسة. بالنسبة للسلايد، دايما لما اجي استعمل السلايد في اي برزنتيشن بقدمه، يفضل انا بستعمل وايت سلايد، السلايد تكون لونها ابيض زي كده اهو، ما يجيش مثلا في الديزاين. على فكرة ممكن اختار اي ديزاين تاني بس يكون هادي شوية، ما اختارش اللي هي الالوان اللي فيها الوان كتيرة ومتكونش مناسبة في الباوربوينت، فبتكون يفضل انا استعمل الوان السادة، او ان انا بمعنى صح اتجنب اللون الاصفر واللون البينك، اللون اللي هو البينك واللون الاصفر اتجنبهم اصلا. فدايما بكتب وايت سلايد وبلاك تكست، النص يكون اسود، ما اعملش زحمه في الكلام اللي انا بكتبها، في الكلام اللي بكتبه ما اعملش زحمه، ما اكتبش كذا حاجه جنب بعض. اول سلايد عندي بكتب فيها التايتل اللي هو العنوان، organization name اسم اللي هو المنظم او اللي هيعرض الباوربوينت بكتب اسمه، لو عندي اسماء مؤلفين بكتبها برضو، اسم المنظمة برضو اللي انا مقدم ليها بكتب اسمها في اول صفحة، لو في لوجو بحطه برضو في اول صفحة. يبقى زي اللي هي السي في، في اول حاجة في السي في بعمل اللي هو البيرسونال انفورميشن، المعلومات الشخصية. نفس الكلام هنا في الفيرست سلايد بحط المعلومات الشخصية. بعد كده الأجندة بتاعت السلايد، يعني أنا إيه اللي هشرحه خلال السلايد. زي ما قلنا في البحث العلمي في حاجة اسمها element، العناصر، element اللي هو العناصر. فإيه العناصر اللي أنا هشرحها خلال الباوربوينت؟ إيه العناصر اللي هتم شرحها خلال الباوربوينت؟ تمام. بعد كده introduction، هعمل مقدمة، المقدمة على الأقل تكون مثلا تحتوي على سلايد واحدة أور مور، يعني سلايد أو أكتر، بس ما تزيدش، مثلا ما تكونش تلات صفحات، تلاتة سلايد، أربعة سلايد، خمسة سلايد، على الأقل واحدة اتنين، ما تزيدش أكتر من كده. ولازم المقدمة اللي أنا بقدمها تكون مقدمة شجاعة أو في نفس الوقت صادقة، ما أقعدش مثلا، يعني مش عايز أتطرق للحاجات دي، إن أنا مثلا أقعد يعني أتمادى في وصف الحاجة. تمام. اول حاجه برضو لازم كمان المقدمه يبقى فيها جزء من التحفيز للمشروع، بحفز الناس اللي قدامي ان هم يكملوا المشروع معايا او يكملوا برزنتيشن، وبرضو بعرض فيه البروبلم او المشكله بتاعه برزنتيشن، وما اخدش وقت طويل ان انا بعرض الانترودكشن، يعني انا بتكلم في الانترودكشن ما اخدش مثلا 10 دقايق ربع ساعة، وده كله انا بعرض فيه الانترودكشن، ما طولش فيها، على الاقل مثلا 5 دقايق 10 دقايق بس، ما طولش فيه الانترودكشن. تمام. الاستراكشر او الحاجات اللي المفروض امشي عليها انا وبعمل عرض تقديمي، زي ما قلنا ما اعملش سلايد، مصممش مثلا ديزاين بيزي سلايد، السلايد نفسها تكون على الاقل يعني ايه، ما تكونش مزدحمة، على الأقل فيها حاجات بسيطة. زي ما قلنا هو أصلا مختص بإيه، أنا بعرض حاجة بأسلوب مختصر. تمام. برضو أحاول على قد ما أقدر مثلا ما استعملش المعادلات ولا الجداول. تمام. أتجنب كتابة الكلام الكتير، ما اكتبش كلام كتير، ولازم يكون على الأقل محترف ويكون بسيط، ما أحطش برزنتيشن يكون صعب أو كلماته صعبة. بعد كده اللي هو الكونكلوجن سلايد، اللي هي السلايد الاخيره اللي خلاص الاستنتاج او التوصيات اللي انا وصلت لها، تتضمن كل العمل اللي انا انجزته بالفعل، تحتوي على بعض النقاط، ولازم تكون افكتيف اللي هي مؤثره، وكلوزنج او سترونج كلوزنج، اغلاق قوي، لازم لما اجي اقفل برزنتيشن اقفل بقوه. تمام. بعد كده يكون في سلايد مثلا مسؤوله ان انا اكتب فيها الثانك يو، او لو اي حد عنده اي سؤال مفيش اي مشكله. بالنسبه بقى للجنرال تابس اللي هو خطوات عامه بمشي عليها انا وبعمل البرزنتيشن،
تمام، خطوات عامة وأنا بعمل presentation. تمام، النمبر اوف سلايد اند ديت، أرقام السلايدات والتاريخ اكتبها داخل البرزنتيشن. في كل سلايد على الأقل بستعمل من 4 لـ5 بوينت، من 4 لـ5 نقاط داخل السلايد، ما استعملش أكتر من كده، ما استعملش أكتر من كده، 4 نقاط أو 5 نقاط في كل سلايد، بجانب إن السلايد أو مثلا سلايد أو 2 سلايد مياخدوش معايا أكتر من دقيقة، ما زودش برضو أكتر من كده، على الأقل أخلص السلايد الأولى أو السلايد التانية مع بعض أخلصهم في دقيقة واحدة بس. تمام، ولازم برضو البرزنتيشن يمتاز بإيه؟ بالسموث، لازم ما يكونش حاجة صعبة على الناس وصعبة، وحاجة يعني مزدحمة، لازم تكون حاجة بسيطة ومؤثرة ومختصرة للموضوع اللي أنا بقدمه. دي بالنسبة لخطوات ثابتة بمشي عليها، برضو في خطوات تانية. تمام، قبل مثلا ما أقدم برزنتيشن ممكن أمارسه، أعمل براكتس مع عائلتي أو أصدقائي أو أقاربي، أشوف أنا مثلا هاخد وقت قد إيه في كل في العرض، فلازم قبل ما أبتدي أقدم برزنتيشن لازم أعمل ممارسة الأول عشان أعرف نفسي أنا وصلت لقد إيه وممكن أحسن من إيه. بالنسبة للخطوط اللي أنا بستعملها في الـ presentation، على الأقل يكون 18، واستخدم حاجة اسمها التايم نيو ريمون. التايم نيو ريمون ده نوع خط، وده حجم الخط، على الأقل يكون 18. تمام، الحاجة التانية بالنسبة للون، ما استعملش ألوان زي اللون الأصفر دي. تمام، والوان نفسها، في الوان نفسها مستفزه، الوان ممكن تعصب اللي قدامك. تمام، ما استعملش برضو ايه شكل زي ده، وحتى لو استعملت استعمله مثلا في كلمه واحده بس بحيث ان هي تكون جذابه. دايما مثلا في كل نقطه معينه استعمل مثلا لون معين، اخليش السلايد كلها نفس اللون، اخليش السلايد كلها نفس اللون. الخلفية، على الأقل ما كنتش عامل خلفية صعبة إن الناس تقراها زي اللون ده، لو حطيت خلفية اللون ده هتكون صعبة على الناس إن هي تتجري. دايما لازم تمتاز بالسيمبل، لازم تكون بسيطة على الناس وسهلة. لو حطيت مثلا زي جراف، دايما بكتب عنوان الجراف ده، أو أنا مثلا عملت شارت انسرت واخترت حاجه اسمها الشارت جراف ايا كان انا اخترته، في حاجه اسمها الشارت تايتل لازم اكتب عنوان عليه، بكتب عنوان على الجراف اللي انا بنزله. برضو المحاور نفسها اكتب لها عناوين، والبيانات على الجراف عشان تسهل معايا، تسهل معايا الجراف، تسهل معايا القراءة للناس. طيب، ده يعتبر جراف سهل وبسيط وميسر، دي حاجة يعني باد ما حدش يفضل ان هو يستعملها. الخط the font is too small، the title is missing، الشادنج، الحاجات دي احاول ابعد عنها خالص. تمام، الجرامر والسبيلنج اللي هو القواعد نفسها اتجنب الاخطاء في القواعد، ما استعملش كلمات مكررة زي هنا اوف واوف. الاخطاء بتاعت القواعد نفسها احاول برضو أبعد عنها خالص. طيب، ازاي اجهز للبرزنتيشن؟ لازم اكون ارتدي، او بمعنى صح ابتسامتي تكون موجودة على وشي دايما، لازم اكون ريلاكس، ما اكونش محطوط اندر ستريس، البس اللي هو البدلة بتاعتي او لو جاكيت بتاعي. برضو لازم امارس
برزنتيشن قبل في البيت مع نفسي في اي مكان، بس عشان تحسبا لاي خطا. اثناء البرزنتيشن لازم يبقى عندي البادي لانجوج تكون قويه، لازم الاي كونتاكت اتصال العين، يعني انا مثلا ما ركزش مع شخص بذاته، لا انا اركز مع كل الحاضرين. الصوت بتاعي لازم يكون مناسب، اعرف امتى اوطي وامتى اعلي. ما سرعش في الشرح بتاعي، لازم في حاجه اسمها سلو داون، اكون هادي شويه. ما اتكلمش عن السياسه ولا الدين، تمام، ابعد خالص عنهم. بعد ما انا خلصت البرزنتيشن خلاص، اسمع الناس واشجعهم ان هم يسالوا اسئله، واستلم الاسئله بتاعتهم بابتسامه لطيفه، وما اتعصبش ولا اكبر متضايق من حاجه معينه. لو انا مش عارف الحاجه دي اقول انا ما اعرفش، ما احاولش ان انا اخترع اجابه مش موجوده او اقول اي حاجه خالص عشان الناس ما يقولوش عليا انا ما اعرفش، لا اقول ما اعرفش. بعد كده هنشكر السيشن او المكان احنا موجودين فيه ونشكر الناس. اخر حاجه عندي الكونكلوجن اللي هو استنتاج، دي السلايد الاخيره، دي بتكون فيها القواعد والنظام والخطوات اللي انا كنت اعملها، وبنصح البريزنتر قبل، تمام. ده بالنسبه للبرزنتيشن، تمام. ماشي، حد عنده سؤال حاليا في السي في وفي البرزنتيشن؟ حد عنده سؤال في السي في؟ تمام. ندخل على اللي بعده. يا باشمهندس محمد الصوت تمام يا هندسة. طب الصوت فصل من امتى؟ بقاله حوالي دقيقتين كده. تمام. طيب هنرجع تاني. انا قلت خلاص كده، انا النهارده مش هشرح جزء نظري تاني. بالنسبه لجزء السي في تمام، الابحاث العلميه ازاي بكتبها هنتعلم برضو المرة الجاية إن شاء الله، برضو حاجات تانية في البحث العلمي. زي موقع زي دي، موقع اسمه الساينس دايركت، دي ممكن أجيب من عليه كتب علمية، تمام. بكتب في الكي وورد هنا المجال اللي أنا عايزه، يعني مثلا لو دوست كتبت مجال الميب ورحت دوست على علامة السيرش، فظهر معايا كل الكتب اللي ظاهرة معايا في المجال ده. عايز احمله ادوس داونلود بي دي اف، واشتغل عليه. ده موقع من المواقع التانية ممكن استعمله، اسمه ساينس دايركت، تمام. ماشي، نرجع زي ما قلنا هنشتغل تصميم بسيط. اول حاجة هروح على اللي اوت، هروح على السايز اللي هو الحجم، اختار حاجه اسمها المور بيبر سايز، اخلي الويتس اللي هو العرض 15 واخلي الارتفاع 21 وادوس اوكي. تمام، دي اول حاجه انا عملتها، بعد كده هروح اضيف شيب، اروح على انسرت واختار شيب واختار شكل المستطيل وادرج المستطيل اللي عندي اهو،
تمام. اضغط عليه كليك يمين واختار حاجه اسمها اضافه نقاط او edit point، اخده من ناحيه اليمين واسحبه لفوق شويه كده اهو الاول. انا عايز اظبطه بحيث ان هو يطلع معايا انترو زد. تمام. كليك يمين اختار edit point، امسكها واسحب لفوق شوية، انا مش عايزها بالشكل ده. ولا بالشكل ده، انا احاول اظبط فيها على قد ما اقدر بحيث ان انا ايه اخليها شكل مائل شوية. كنترول زد. تمام. اكبرها شوية اهو، اختار edit point، اختار قلنا edit point، تمام. هظبط شكل زي ده، هظبط برضو من edit point. ممكن اعمل له اماله شويه، حاول اظبط على قد ما اقدر اهو. تمام. او اخليه زي ما هو، ما عنديش اي مشكله ان اخليه زي ما هو. اخد من نسخه تانية ازاي؟ من كنترول دي، النسخة التانية دي اخليها لون تاني، مثلا اسود اهي، خليها فوقيها. تمام. هاجي اخد منيها برضو نسخة تانية، هنقول كنترول دي، خليها لون رصاصي مثلا. اروح بس ايه هقول من send to back، ارسل للخلف، خليها بنفس الشكل ده. تمام اهو. هعمل لهم اخليهم كلهم جروب واحد اهو، بحيث انا لو جيت حركت اتحركوا كله مع بعض، خليته كجروب واحد. هروح مثلا على insert واختار shape، اخترت الدايرة. تمام. هذه الدايرة اخليها مثلا ال outline ال width بتاعها كبير شوية، خلي اللون اسود. هروح على shape fill اختار picture. تمام. دي كلها انا شيب، يعني دي كلها اشكال انا بعملها اهو. ورحت على حاجة زي كده اهو. تمام. اخترت مثلا هذا الشكل، كنترول زد من شيب فيل واختار بيكتشر، اختار شكل تاني مثلا، اختار الشكل ده، ادوس اوكي. بعد انا عملت الشكل اللي انا عايزه، حلو خالص. تمام. يبقى انا ده كله عملته ازاي؟ عملته عن طريق الشيب، عن طريق الشيب. حاول مثلا اخليها هنا او اكبرها زي ما انا عايز. خليها كده. طيب هاخد نفس الشكل اللي فوق ديه، كنترول دي، وانزل بيه لتحت من روتيت، اخليه
احاول اظبطه على قد ما اقدر اهو. لو روتيت هوريزنتال، طب انا هخليه كده مثلا واعمل له تدوير اهو. انا نزلت لتحت خالص اهو، تمام. حاول اظبطه ولا انا عايزه كده اهو، ممكن اخليه كده. انا مش هجيبه للاخر، انا هخليه كده. حتى لو جيت بصيت على الكنترول دي، تمام. هاجي مثلا في الانسيرت برضو من تكست بوكس، تكست بوكس، او اختار درو تكست بوكس، تمام. هكتب مثلا المهندس تمام، اكبر زي ما انا عايز اهو، خط صغير خالص، اكبر اهو، اعمل له بولد، اديله لون، تمام. بس دي انا هروح على ال اوتلاين، اخليه نو اوتلاين، تمام. هاجي اسحبه واخليه هنا، تمام. اروح برضو على انسرت، اختار تكست بوكس، ارسم تكست بوكس تاني تحته، اكتب مثلا الاسم، اكبر واصغر زي ما انا عايز اهو، نخليه في النص، نعمله تضخيم شوية، اكبر، لون احمر، وهكذا. دي خليها مثلا باللون الاسود، باللون الاسود، تمام. هنا هروح اشيل الاوتلاين الخارجي، تمام. اخليه اجيبه كده كبداية او تحته شوية، تمام. برضه هعمل تكست بوكس تاني، هنسخه عن كنترول دي، خدت نسخة تاني منه، وهكتب انا حاجه زي كده اهو، اللون نفسه هخليه اسود، مش مشكله يعني، ممكن اصغر خط، صغر اهو. تمام، هذا الخط، هنا الاسم، ممكن اصغره شويه برضو، احاول اظبطها على قد ما اقدر يعني، تمام. بالنسبه ده برضو احاول اصغره على قد ما اقدر، تمام. اجي عند مهندس شيفت تي ميكانيكا مثلا، احاول اظبطها، بولات مثلا اهو، تمام. خليها هنا تحت دي شوية اهي. تمام،
خلاص انا خلصت اول حاجة، بعد كده اروح على شيب، اختار مثلا الخط دي، اسحب خط من تحته هنا، الخط ده اخلي لونه لون الخط، لون الخط شفت زبط، عندي اخليها فرونت كده، اروح على انسيرت شيب، اسحب خط اهو، اخليه لونه اسود، ممكن أدخل الخط شوية نلوتس، تمام دي أول حاجة. بعد كده أروح برضو أعمل تكست بوكس تاني، هاجي أكتب فيه اسم الاستشاري، تمام يا الله، كنترول دي، كنترول دي بنسخ الشكل، كنترول دي تمام، وقفت على دوست كنترول دي، بعد كده اختار رقم التليفون واكتب رقم التليفون، رقم تليفون تمام، يبقى اسم الاستشاري ورقم التليفون بتاع الاستشاري مثلا، تمام هاجي هنا شوية، احاول برضو اقلل قد ما اقدر، تمام كنترول دي، وهنا التاريخ تاريخ، اكتب التاريخ اللي انا عايزه هنا اهو، حاول اظبطها، تمام دي اللي انا عملته مثلا كبداية فوق، رحت جيت على insert واخترت picture this device، ورحت اخترت صورة زي دي، دوست insert، تمام هذه الصورة، كبر وصغر زي ما أنا عايز، تمام بروح على الكلر، اخترت مثلا حاجة زي كده اهو، اخترت كده عملت نسبة بهتان ليها، تمام طيب، هروح على insert اختار text box، انا عايز اكتب تحت مثلا عنوان
behind the text. هاجي اكتب هنا العنوان، اكتب مثلا مصر او كيما، كيما اسوان مصر، تمام ايا كان العنوان اهو بتاعي. اجي اخلي العنوان هنا من تحت، خلي مثلا هنا بس، برضو الاوت لاين احاول في منتصف الفورمات، بالنسبة للاوت لاين اخليها نو اوت لاين. لو جيت بصيت على التصميم، ده تصميم بسيط انا ممكن اعمله، ده تصميم بسيط وسهل انا ممكن اعمله عن طريق الفوتوشوب، ممكن اعمله عن طريق الوورد. الناس تحاول تجرب، الناس تحاول تشوفه هتقدر تعمل ايه بالظبط. دي حاجة بسيطة من الحياة الشغل المفروض نطلعه خلال الدبلومة، حاجة سهلة وميسرة على الناس ان شاء الله. الناس تركز على الفنيات اللي احنا قلنا عليها. انا في حاجة نسيت اقولها برضو، تمام، ان انا لو عايز اضيف تاريخ اليوم، تاريخ اليوم بضيفه ازاي؟ Alt Shift D، يبقى ادوس من الكيبورد على Alt Shift D هديني تاريخ النهاردة، تمام. layout size احنا قلنا السايز هنخليه 15 و20، تمام. ده تصميم اليوم، ناس تشتغل عليه تجربه. على فكرة نفس الاشكال وحتى اللي استعملتها بنفس الطريقة هعمل الواتساب، يعني نفس طريقة الشغل دي الناس تجرب الواتساب وتعملها مع نفسهم. ده لو هعمل روشتة، يعني مثلا هتلاقي اغلب الدكاترة عاملين الروشتة بنفس المنظر ده بنفس الطريقة دي. انا مثلا عايز اطلع لي دفتر، ممكن اطلعه برضو عن طريق التصميم ده، تمام. اطبعه من طابعة الوان هطلع لي بنفس الشكل. لكن اغلب الدكاترة بيستعملوا التصميمات اللي هي اللي زي دي، تمام. ده اسمه روشتة، او بمعنى صح هو بيتقال عليه فلاير، تمام، بمقاسات معينة انا بستعملها. مفيش مشكلة تغير شكله زي ما انت عايز، يعني ادي في الانسيرت شيب وانت ممكن تختار اي شكل تاني، ممكن تختار اي شكل تاني، مش مشكلة الشكل الدائري، تمام. حد عنده اي سؤال بخصوص محاضرة اليوم؟ المحاضرة الجاية ان شاء الله هنكمل جزء البحث العلمي، وهنتعلم ازاي ابحث عن مصادر صحيحة، وهندخل برضو على الساينس دايركت. هناخد برضو مع بعض، هنكمل المحاضرة الثالثة، هناخده ان شاء الله نشرحه بالتفصيل، بجانب برضو هنشرح مع بعض، هنكمل. بعت لكم الكتاب ده تبصوا عليه برضو خاص بالتقارير، تمام. الرايتنج تيست هنا الفرق ما بين
اهو الروبورت والايزي اللي هو التقرير والمقال، برضه هنعرف الفرق ما بين الاثنين. ده كله ان شاء الله هناخده المحاضرة الجاية واخر محاضرة في الوورد، عشان بعد كده نبدأ ان شاء الله في الباور بوينت. انا عايز اقول لكم ان الناس تتابع برضو هنا، عشان ان شاء الله هيبقى فيه زي سيشن كامل عن البحث العلمي والتقارير الفنية. هيبقى سيشن او هيبقى مكون من 3 ايام او 5 ايام خلال الاسبوع، مش هنزود اكتر من اسبوع، هيبقى كامل خاص بالبحث العلمي والتقارير الفنية. بس اللي اخد معايا البحث العلمي هنا، ما فيش مشكلة يعني الاكسس لسه. انا هخلص الباوربوينت الاول، بعد كده الاكسل، بعد كده الاكسس. بمجرد ما انا خلصت الاكسس الاول 4 برامج دول، باقي البرامج التانيين مش هياخدوا معانا وقت. هو الفكرة كلها في البرامج اللي هو الوورد والباور والاكسل والاكسس، تمام؟ احنا قلنا لازم في الوورد اغير المقاسات قبل ما اشتغل من ادفانسد، وبعد كده بغير المقاس، تمام. هلاقي فيه مثلا بيكتب لي في لما اجي اكتب في السايز او بعمل السايز اللي هو حجم الورقه، هنا في مقاسات معينه مش بيقبلها. ليه؟ بسبب ان البكسل مثلا في الوورد اخره، كمثال اخره 150، لو كتبت 151 مش هيكتب معاك. فالناس تحول يعني تحول الوحدات من البكسل للسنتي. هبعت لكم حاجه تحولوا منها الوحدات ازاي، تمام. تمام، انا كده خلصت محاضره النهارده. باشمهندس احمد، انا خلصت. حضرتك لو محتاج تقول اي حاجه اتفضل يعني.